بس يا حسان، اذا بسم استشهد الله صاحبي الرحمن الرحيم. بالبدايه وين من روح البزنس؟ بزنس طريق الموت، وين بس بحدد بلدة موت عيش، على الأبطال المرابطين، جنب خروج الدفاع، على الاستراد الدولي لقتل عمداد، عن وادي الضيف. وهذا هو جسر يسمى جسر بابولين، وهذا هو اتجاه الشمال. الله يعطيك العافية. الأبطال المرابطين المجاهدين في بلدة عيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا الملازم صالح أبو خالد، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تحكي لنا شوي هيك لمحة سريعة إن شاء الله على الطريق. نحن هنا مرابطون في على طريق الموت في بلدة حيش للتصدي للرتل القادم إلى معسكر وادي الضيف الحامدي. بإذن الله سوف نمنع تقدم الرتل وأي إمدادات أو معونات إلى معسكري وادي الضيف الحامدي. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية، الله يقويكم. الشيخ أبو وليد المجاهد البطل، كمان هيك كلمة إذا بتحب تنوع للجنود أو للأسديين إن شاء الله. نحن إن شاء الله ثابتون على طريق الموت في بلدة حيش مع المجاهدين أخواننا هون، والآن نتدفع على الحطب لأن الطقس بارد. الله يقويكم. الحاج أبو صالح، حاج صالح أبو عبده، شيخ المجاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. كمان كلمة هيك مقتضبة عن الوضع إذا سمحت. والله يعني نحن سهرانين ليلا نهارا ل 24 ساعة، نستعد لهؤلاء الأوغاد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، للتصدي لهم ودفعهم ودحرهم خارج منطقتنا إن شاء الله تعالى. وسنعمل على قطع الإمداد من ذخيرة ومن مؤن إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. آمين. آمين.